السلام عليكم. في الفيديو هذا غادي نشوفوا نموذج تمارين الهندسة الفضائية بطبيعة الحال التي يمكن مصادفتها في امتحانات جهوية. التمرين هو كالتالي: يمثل الشكل جانبه أسطوانة قائمة حيث قطرها AB كيساوي جوج سنتيم. دونك هنا عندنا AB جوج سنتيم، دونك القطر جوج سنتيم، وبطبيعة الحال غادي يكون نصف ديال القطر اللي هو AO اللي هو الشعاع R، غادي يكون كيساوي بطبيعة الحال واحد سنتيم. دونك هادو معطيات ديال التمرين. عندنا H، دونك H هو المسافة اللي عندنا هنا، دونك H كيساوي 10 سنتيم. دونك هادو معطيات ديال التمرين. احسب حجم الأسطوانة. دونك الحجم ديال الأسطوانة بطبيعة الحال شفنا العلاقة في الدرس، الحجم كيساوي، دونك الحجم كيساوي مساحة القاعدة في الارتفاع، دونك مساحة ديال القاعدة في الارتفاع. دونك هنايا القاعدة هي عبارة عن بطبيعة الحال عن قرص، المساحة ديال القرص هي بي اغ او كاري. دونك هنا عندي المساحة ديال القاعدة هي بي اغ او كاري و اش هو ارتفاع. بالنسبة لاغ الشعاع قلنا هو النص ديال AB، دونك هو AB على جوج، دونك غادي يكون كيساوي بطبيعة الحال واحد. دونك غادي نعوضو في العلاقة ديالنا هادي ونشوفو الحجم شحال كيساوي. دونك عندنا V كيساوي كيف ما قلنا PR أو كاري، دونك P و R كيف ما قلنا هو AB على جوج، دونك في ارتفاع، دونك هي واحد، دونك P 10، دونك 3.14 في 10، دونك غتكون هي 31.4 سنتيم. احسب المسافة AO بخيم. دونك المسافة AO بخيم نتبان لي أن المسافة AO بخيم هي هادي، هي عبارة عن وتر المثلث AO أو بخيم. AO أو بخيم قائم الزاوية في أو، وبالتالي حسب برهنة فيثاغورس، إذا المثلث AO بخيم قائم الزاوية في أو حسب برهنة فيثاغورس، AO بخيم أو كاري أس 2 كيساوي AO أس 2 زائد أو بخيم أو كاري. دونك الوتر اللي هو هذا كيساوي A كيساوي AO أو كاري زائد أو بخيم أو كاري. وكنعوضو هنا عندنا أو بخيم هو H، دونك هذا هو ارتفاع اللي هو 10، و AO قلنا النص ديال AB دونك هو واحد. دونك كنعوضو بطبيعة الحال واحد زائد 10 أس 2، دونك هي 101. دونك AO بخيم، دونك حنا كناخدو المسافة الموجبة، دونك AO بخيم بما أن المسافة موجبة، دونك AO بخيم غيكون كيساوي جدر ديال 101 وماشي ناقص. دونك حيت هاد المعادلة عندها حلين، عندها جدر ديال 101 ناقص جدر ديال 101، وكناخدو المسافة، كناخدو القيمة الموجبة لأن المسافة دائما موجبة، يعني أن AO كتساوي، لأن AO بخيم كتساوي جدر ديال 101 وماشي ناقص جدر 101. السؤال الموالي نحاول نشوفو في بخيم. حدد شعاع قاعدة أسطوانة. دونك بغينا نعرفو واحد الشعاع ديال واحد الأسطوانة، ديال القاعدة ديال واحد الأسطوانة لها نفس الارتفاع اش، يعني عندنا نفس الارتفاع اش والحجم ديالها، حجمها يساوي الحجم اللي حسبنا ديال الأسطوانة على 4. دونك المعطيات اش كيقولوا؟ بغينا واحد الأسطوانة دونك عندها نفس الارتفاع اش، يعني عندها ارتفاع اش اللي هو 10 ديال الأسطوانة اللي خدمنا بها في السؤال السابق، والحجم ديالها كيساوي الحجم ديال الأسطوانة ديال التمرين ديال السؤال السابق على 4. دونك هاد المعطيات نحاولو نوظفوهم بطبيعة الحال. دونك هنايا في بخيم الحجم ديال الأسطوانة اش كيساوي؟ دونك كيف ما شفنا كنعرفو أن حجم الأسطوانة كيساوي كيف ما قلنا مساحة القاعدة في الارتفاع، دونك بي اغ او كاري في اش. دونك يعني ان في بخيم الحجم ديال الاسطوانه ديالنا اللي كنقلبوا على الشعاع ديالها كتساوي بي
في الشعاع اللي كنقلبوا عليه اغ اوس اثنان في الارتفاع. مزيان، دونك هنا شنو عندنا؟ المعطيات قالوا لنا ان في بريم كتساوي الحجم ديال الاسطوانه اللي هو في بريم كيساوي الحجم ديال الاسطوانه اللي كانت عندنا في السؤال السابق على 4. دونك لدينا في بريم كتساوي في على 4، وغادي نعوضوا الحجم ديال كل وحده. دونك الحجم ديال دونك نعوضوا في بريم بالقيمه ديالو في هذه العلاقه. دونك عندنا في بريم غيكون كيساوي هذه القيمه اللي هي بي ار او كاري، جبناها من هنا من التعريف. والحجم ديال الاسطوانه في اش كيساوي؟ كيساوي بي ار او كاري. دونك هنا عندي ا بي على اثنان، يعني حيت عندي القطر، دونك القطر اللي حسبناه في السؤال السابق. دونك هذه هي ار ديال الاسطوانه اللي حسبنا، دونك هو ا بي على جوج في اش على 4. وكي دوزت 4 للطرف الاخر غادي يولي عندي 4 بي ار او كاري في اش كتساوي بي ا بي. دونك بي في ا بي بطبيعة الحال هنايا اوس 2 اش. دونك الى اختزلنا بي هنا و بي هنا و اش هنايا، بما انهما دونك اختزلنا في اش، غيبقى عندنا 4 ار او كاري كتساوي ا بي اوس 2. دونك كتولي عندنا معادلة ا بي كنعرفوها كتساوي جوج، غنعوضو ا بي بجوج. شنو غتولي عندنا؟ 4 ار او كاري كتساوي جوج على جوج، دونك 4 ار او كاري كتساوي واحد. يعني ان ار او كاري دوزنا 4 للطرف الاخر، ار او كاري غتكون كتساوي طبيعة الحال واحد على 4. اذا هاد المعادلة شنو الحل ديالها؟ يا اما ار كيساوي الجذر ديال واحد على 4، او كيساوي او ار كيساوي ناقص واحد جذر ديال واحد على 4. يعني ان ار كيساوي واحد على جوج، او ار كيساوي ناقص واحد على جوج. هادو هما الحلول ديال هاد المعادلة. ولكن حنا شنو كناخدو؟ بما اننا كنبحثو على مسافة غناخدو القيمة الموجبة اللي هي ار كتساوي واحد على جوج. دونك ار الشعاع اللي كنقلبو عليه دونك كيساوي بطبيعة الحال واحد على جوج، لان المسافة دائما موجبة. دونك هادشي اللي شرحنا هو هذا بطبيعة الحال. اذا ار كتساوي واحد على جوج، وبطبيعة الحال هاد الملاحظة مهمة. علاش خدينا واحد على جوج؟ لان المسافة دائما موجبة. كنشكركم على التتبع ديالكم، حنلتقاو في فيديوهات اخرى ان شاء الله. شكرا.